الوضع في بغداد الآن، لا توجد أي تظاهرات في أي ساحة في بغداد بعد إنهائها بالقوة ليلة أمس وإبعاد المتظاهرين من ساحة التحرير باتجاه ساحة الطيران ثم جسر محمد القاسم باتجاه مناطق شرق بغداد. كان هنالك انتشار أمني كثيف في بغداد، وبعد ساعات متأخرة من الليل الجهد الهندسي لقيادة عمليات بغداد فتح الطرق التي كانت مغلقة في جانبي الكرخ والرصافة عدا جسري الجمهورية والسنك. هناك معلومات تشير إلى أنها ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر، ربما لأسباب فنية تتعلق بصيانة تلك الجسور كما تقول بعض المصادر في قيادة عمليات بغداد، أو ربما يكون هناك يعني تحديث للخطة الأمنية التي ربما ستنطلق أيضا في 25 من تشرين الشهر الحالي. ربما هناك تجديد للتظاهرات يكون في هذا اليوم، كما يعني وضح أمس البيان الختامي لتظاهرات تشرين في ساحة النسور التي أطلقها المتظاهرون، وقالوا سنعود من جديد في حال عدم تلبية تلك المطالب التي طالبوا بها أمس خلال يعني يوم 25 من الشهر الحالي. نعم، أما الشوارع المتبقية في بغداد فقد فتحت بالكامل، لكن هناك زحامات كبيرة صباح اليوم، سيما وأن اليوم هو بداية الأسبوع ويعني بداية الدوام الرسمي لبعض مؤسسات الدولة وكذلك الجامعات، فقد بدأ دوامها اليوم، فهناك زخم كبير في شوارع بغداد، هناك زحامات كبيرة في جانبي الكرخ والرصافة. يحاول رجال المرور يعني بتمشية الحال وسلاسة الطريق، لكن يعني حجم العجلات في الشوارع يزداد شيئا فشيئا مع مرور الوقت منذ ساعة الصباح الأولى. نعم. بخصوص المبنى الذي انهار يوم أمس في منطقة الكرادة، يعني واصل جهد الدفاع المدني برفع الأنقاض ومحاولة الوصول إلى من تبقى تحت هذه الأنقاض بعد يعني إنقاذ 13 شخصا في بداية يعني عمليات الأنقاذ. كانوا كلهم بصحة جيدة تقريبا، رغم بعض الجروح الطفيفة والرذوذ في بعض مناطق الجسم. كانت هناك عمليات مستمرة لعمليات البحث ورفع الأنقاض حتى يعني ساعات متأخرة من الليل، لكن لم يتم العثور على أي شخص تحت الأنقاض. لم يتوفى أحد يعني حتى ساعات متأخرة من الذين استخرجوهم 13 شخصا، كانوا كلهم أحياء. لم يعلن عن وفاة أي شخص حتى الآن، ما زال هنالك ضحايا تحت الأنقاض، لا زالت فرق الدفاع المدني يعني تحاول رفع الأنقاض والوصول إلى ربما يعني يكون هنالك أحد ما زال يتنفس داخل هذه الأنقاض، لكن يقول الدفاع المدني تقول أنه من الصعب أيضا الوصول إلى هذه الجثث أو هذه الناس المفقودة تحت الأنقاض، يكون حياتهم يعني لحد الآن هم على قيد الحياة لأن الوقت طال كثيرا وهنالك كتل كونكريتية كبيرة تم رفعها. يعني ما زالت فرق الدفاع المدني تبحث وتحاول الوصول إلى المفقودين وذويهم ينتظرونهم أيضا، لعل بعض المتبقين داخل المبنى الذين كانوا داخل المبنى على قيد الحياة حتى هذه اللحظة.